تمكن حذاري من هذا الخطأ ربما من حارس المرمى خضيري الذي يخرج من منطقته. لا زالت الكرة بحوزة فريق شباب قسنطينة، خطأ فادح قام به الحارس خضيري في المحاولة الماضية. الوصول إلى الشباك راسية، جول جول مع حلول الدقيقة السابعة، طريق ويفتتح مجال التسجيل داخل منطقة الجزاء. بالقدم لعبت الكرة فوق راس حارس المرمى خضيرية، وفاق سطيف يصل إلى الشباك بواسطة قندوسي. شاهد ما فعله غشة والتوزيع الرائعة، استقبال بالصدر قندوسي من فوق رأس الحارس رحمن، يصل إلى الشباك ويفتتح مجال التسجيل بشكل رائع. وفاق سطيف يبدع أمامية إلى عمران، يحاول المرور عمران واحد على واحد، مرة عمران بشكل رائع توغل، هي فرصة لإدراك التعادل من عمران، ولكن الدفاع الصيفي حاضر كثير من الصبر وبالكثير أيضا من الجدية واللحظة. مشاهدين متابعين الكرام أينما كنتم حيثما تواجدتم، يعلن حكم المباراة نهاية الشوط الأول. في لقمرود بشكل رائع مرة تأتي الكرة، فرصة للسياسي داخل منطقة الجزاء، فرصة للتعادل خطيرة، وخضيرية يقوم بصد رائع، وفرصة كبيرة لشباب قسنطينة للوصول وإدراك التعادل. مرور وصلت على الجهة اليمنى، قمرود العرضية داخل منطقة الجزاء بحثا عن بن طاهر، لكن التغطية الدفاعية حاضرة إلى الجهة اليمنى للوفاق داخل منطقة الجزاء، راسية عمورة لا زالت داخل المنطقة خطيرة، ولكن الحارس يصد. الحارس شمس الدين الرحماني يتألق أمام الصغير المبدع عمورة الذي كاد مرة أخرى أن يزور الشباك. كرة دغموم على الجهة اليسرى، وصلته في أحسن الظروف، مشروع تسجيل الهدف، عرضية خطيرة وصد أكثر من رائع من الحارس شمس الدين الرحماني الذي حرم فرحان هواري من تسجيل الهدف الثاني للوفاق. ارتفع نسق المباراة والوفاق يهاجم، ولكن دفاع شباب قسنطينة حاضر، والحارس رحماني يستبسل وصد كرتين خطيرتين في ظرف دقيقة واحدة. الانتصارات، الكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، خروج خضيرية في التوقيت المثالي قريبا أيضا، والنتيجة الصيفية بهدف واحد دون مقابل. انتصار طبعا سيكون غالي بالنسبة لوفاق سطيف، بينما التعثر سيزيد يعني من صعوبة وضعية ومأمورية فريق شباب قسنطينة. واللحظة إذن مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم حيثما تواجدتم، يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء.